والله معك حق يا سوسو، بس انت لا تحملي كثير. عودت اليسا الدنيا يا قلبي من يوميها عودتنا، بتدينا حاجات وبتاخذ حاجات. شفت ابي تبهدل قدامي وانا ضليت مثل الخرسانه ما استرجيت دافع عنه. شو بدك اكثر من هيك؟ خلص هلا قمنا من هالسيره، قمنا من هالسيره. لا تجيبي لي سيره الاب بلوب، بيتزلزل بدني. حبلت امي منه بالغلط ورموني بالكزن وبعمر القطاط. ولولاك يا سوسو يا مامي انت كنت هلا بعداد العظام وصارت مكاحل. شكرا سوسو على سيرة مامي. بس هيك هدول لامك بكره بتحول لها اياهم على حلا، والا الدواء الاجنبي وصيت الله عليه، بس يرجع من بيروت دغري دغري طر لعندها على حلا. قطعة من فستان ميرامار التي دفنت به. أنا برأيي إنه نعرف مين اللي عم يبعث هدول الأغراض أهم بكثير من إنه نعرف مين اللي قتل ميرامار، لأنه هون سر القضية. بلحظة يلي شفتها اتمنيت لو الأرض تنشق وتبلعني. لابد تشوفيها كيف صايره. لولا صوتها ما عرفتها، ما عرفت بنتي. حمره ومغندره وراكبه جنب واحد ازعر مو معروف قرعه ابوه من وين. لك احنا شو ربينا؟ ما ربينا غير الهم ان بيكبروا بيعيشوا بحدنا بنفرح فيهم. كبروا بالشوارع. بعين الله انت لا تهز بدنك، هي ما بتستاهل، خلص الله لا يردها، هي هيك بدها. ها شرفت، شرفت ام الحسن. مرحبا، يعطيك العافية ابي. وين كنتي؟ كنت بالمدرسة. بالمدرسة؟ شو مفكرتيني اجدب؟ ليش في مدارس فاتحة لهلا؟ لك كان عندها درس اضافي. انت قاسي؟ شو بك يا رجال؟ لك شبك طول بالك؟ يعني إذا شفت هديك ونهز بدنك ضروري تفشش فيها؟ إنها لك عندها درس إضافي؟ يلعن أبوكم على أبو الدروس الإضافية. أصلاً كل الفساد ما إجانا غير من المدارس. قال بنبعت أولادنا مشان يتعلموا ويتربوا، ما بيتعلموا غير الموبقات الوساخة. موبقات؟ أنا أبوكم وطيت وراثي. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المقدم اللي اسمه يوسف واضح انه راسه تنح، ما بعرف يمكن موعود بترفيعه او شيء ثاني، ما بعرف. بظن انه لقمته صغيره، اتركه هلا. وسماهر معلم؟ شو بقى؟ شو الترتيب؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفره على وياك مجانا وبجوده عاليه.